احنا لازم نشكر الرب انه بعده يحبك ويريد يتزوجك. تعتقدين ان هذا الشيء يسعدني؟ اكيد لا، بس احنا لازم نستفيد من حبها لك، حتى لو كان هذا ضد رغباتك وضد احاسيسك. واذا سمعتي كلامي لا تنسين، هذا مو روميو ولا قيس، هذا مجرم سفاح اللي يحبك. ما اقدر كريستين، ما اقدر اوافق اللي طلبه من عندي. عذرك، بس لا تنسين احنا هسه عايشين بزمن الدواعش اللي مو قتلوا بس اهلنا، قتلوا احاسيسنا ومشاعرنا. هسه انت لازم توافقين على الزواج من الذبح، على الاقل يرجع رفضان يبقي منك، يرجع يحبك لحد ما الرب يزحم هذا المصيبه. جوانا، مو انت كنت تقولين لي هذا الحكي؟ اصبري، تحملي، خلي عندك امل، خلي على الزواج. والله ما ادري شنو اقول لك، اقول لك مبروك ولا ما اعرف شو اقول لك على شغلك هذا ويا المجرمين. أنا ما جيت الموصل على موت هذا الشيء. يلا إن شاء الله تلاقي جوانة، ولو ما أدري إذا لقيتها إيش راح تسوي وياها، لو شلون راح تطلعها من الموصل. المهم خلي ألقاها. أقول لك، أنت عندك أي معلومة عن مكانها؟ حاجكاوة عندها مخلوقة، لكن أنا ما رضيت أشوفها، إن حاجكاوة بالسجن وأني كنت متراقب وخفت يزيد الشك، لكن هسه ممكن أشوفها. أتمنى يكون عنده المعلومة اللي توصلني لجوانا. إخواني، لازم ما تضعفوا وتقووا نفسكم وتشجعوا. خلي السجن لا تخوفنا وتحد من حريتنا. لازم تبقون ثابتين حتى إذا أدى ذلك إلى موتنا أو إعدامنا. بس شلون حاج خاوة؟ شلون؟ مو عندنا أولاد نقدر نربيهم. إي خلاص خلاص، انضموا إلهم وصيروا ويا هذول القتلة والسفاحين وروجوا لهم، وتنتظركم بالتالي نار جهنم، أو تبقون ثابتين وماكو شيء يهز إيمانكم. انتقل هات شاف. شنو جايين تأخذوني تعدموني؟ انت قدامي لا تحتي. حاج كاوة؟ نعم، الحاج كاوة هو مسجون منذ مدة ولا أعرف تهمته. نحن أخذناه من السجن صباح هذا اليوم. إلى أين؟ لديه جلسة في المحكمة الشرعية، وأنت بإمكانك رؤيته هناك. يجب عليك أن تستغفر الله عما قلته في الدرس حين تم القبض عليك. لقد حذرناك أكثر من مرة من أي قول أو فعل يخالف شريعة الله. شريعة الله؟ الشريعة اللي أنت جبتوها ما أعرف منين. ألا تخشى الأمر بإعدامك؟ الأعمار بيد الله، وإذا مكتوب لي أموت شهيد ما حد يغير المكتوب. ولكني لن أمر بإعدامك، أتعرف لماذا؟ لأني سأمر بشيء آخر يؤلمك أكثر، يذلك، يكسرك حتى تنتهي عما تقول. سأمر بإطلاق سراحك ومصادرة فندقك وكل مالك لصالح الدولة الإسلامية.